من أبطال معركة الكرامة، وسيكون قريباً عناق الأحبة في ميدان الانتصار. لا تتركونا بكل واحد يحمل الهوية الفلسطينية أن يتدخل، أن يتحرك. نحن التلاتة. في غرفة معقمة، مالك هو من قبل أي أسير أدرب عن الطعام. مالك عمره 19 عام، هو أسرى جدا. فأنقذونا، تعلمون ما يقول أنقذونا؟ هو نحن مستمرون في إضرابنا حتى نخرج سوية. وسفراء الكرامة والعزة في زمن تكاثر به أعداء الوطن والنفوس الإنهزامية. يوم شعبي وجماهيري وأعلامي. حيث ستتوجه لأن الوقت قريب والعصر يحتاج إلى كل واحد منا لكي نعمل لكي نعمل. الوقت أصبح سلبي مسلط على الأسرى المدربين، قد يتعرضوا لموت يهز الجميع. يفترض أن يلقى صدى وتجاوبا من كل الجهات. ولكن يقول أنا مصر على إضرابي، ويوجه لكم الضمور من التآكل في الداخلي من الآلام الحادة، ورغم ذلك أيضا وحذروا من مغبة فقدانه في ساعات. يجب أن يعلن الموقف الرسمي الآن. طالب أنتم دارين طالب الاعتراف، وقف التنسيق الأمني، مش إطار حالة شعارية، وقف التنسيق الأمني فعلا. مع زملائنا المطربين ضد الاعتقال الإداري، وشكرا لكم.